عطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور حنان. أيوة تمام. أحمد خير، إيش فيها حنان؟ حنان في المستشفى الحين. يعني حنان أهم من بنتك زينب؟ وين رايح؟ وين رايح يعني؟ عيسى، عنبي، ايش اللي بينك وبين احمد؟ ايش اللي يدور بينكم في المكتب؟ عيسى ساعدني. زوجك احمد يريد مني 200 الف ريال. وليش يريد هالمبلغ؟ اكيد له علاقه ببنتي زينب، صح؟ لا ما صح. هذا المبلغ له علاقه بك انت وبس.
كانت تقول لك نبيلة يا عيسى؟ يهمك تعرفي؟ لغاية الحين أنت زوجي ومن حقي أعرف عنك كل شيء. الظاهر عليش تريد تفتحي موضوع الطلاق مرة ثانية. عيسى مرة ثانية أسألك، نبيلة إيش كانت تقول لك؟ عرفت إيش اللي صار في المستشفى؟ عيسى حنان الجنين وسقط خلاص، وإذا تريد الطلاق أنا بلبي طلبك. مستحيل يا عيسى، مستحيل ننفصل بعد هذه السنين. أنا مستعدة أنسى موضوع أمل وموضوع نبيلة وكل المواضيع، بس أرجوك، أريد طفل يناديني ماما ويناديك بابا. أرجوك. الجنين راح يا حنان، راح، ظهر مال نصيب الأطفال. بنسوي العملية مرة ثانية وإن شاء الله بتنجح مثل ما نجحت المرة اللي فاتت، بس مصاريفها مكلفة كثير. لا تشيل هم، أنا مستعدة أتكلف بكل المصاريف. من وين؟ من حقي في الميراث. واليوم أو بكرة بتكلم مع أحمد وأطالبه بحقي. أيوة، لكن لا تكمل، خلينا نبدأ من جديد ونفتح صفحة جديدة وننسى كل اللي صار. أرجوك يا عيسى، أرجوك. بصراحة أنا ما قادرة أصدق أن كل هذا صار خلال يومين. أكيد حنان الحين تظن أني أنا السبب في ضياع حملها، بس الله يعلم أني خبيت عنها كل اللي كان يقوله ويسويه عيسى، عشان كنت خايفة عليها وعلى حملها. بصراحة هذا عيسى طلع ميرا. مالك يا أمل؟ حاسة بندم، بخوف، بقلق. من إيش؟ أخاف أكون بالفعل أنا السبب في ضياع حمل أختي. سامحني أقول يا محمد أن عيسى هو السبب في سقوط الحمل. الحين الهم من كل شيء أن ندور على زينب، وبعدين نشوف باقي المشاكل وكيف نحلها. أخاف تكون كل اعتقادات نبيلة صحيحة. إيش قصدك يا أمل؟ قصدي أقول إن كل اللي جالس يصير لنا له علاقة باختفاء زينب. أيوة يا سارة، أنا جاي في الطريق، لا تطلع يا أريد أتكلم معك في موضوع. يلا. هيا الابن احمد. هنا
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ومناصر. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. كيف أحوالكم؟ بخير. كيف حالكم؟ أولادك والأهل طيبين؟ جماعة والأولاد بخير؟ الحمد لله طيب. الله يسلمك. تفضل معي تفضل. أحسنتم. أحسن يبقى. دخل معي. استعير شو عندي شغل. هذا يا أبوي شنطة أمانة. أباها تخليها معك لحد ما أحتاج لها. ولا يهمك عمي. ويوم أحتاج لها بجي أخذها منك. ولا يهمك عمي ناصر. الحفظ الصوت. أبوي. إن شاء الله. اسمح لي. تفضل معنا تعال. خذها مطهرة. أحسنت. تفضل يا رجال. بارك الله فيك. زين في أمان الله. أحسنت. أحسنت. نبيلة بس من هالأسئلة اللي ما تخلص. أسئلتي بتخلص لو جاوبت عليها. أنت ليش تريد هذا المبلغ؟ هم ديون حال من؟ وأنت من الأساس ليش محتاج هذا المبلغ؟ أخاف إن الموضوع له علاقة بزينب. لو طلع هذا الكلام صحيح والله ما راح أسامحك أحمد، والله ما راح أسامحك. أنت ليش جالسة تخلفي؟ جاوبني على أسئلتي نبيلة. أحمد، أحمد لا تخليني أضطر أعرف الحقيقة من غيرك. موضوع الفلوس ما له علاقة بزينب. لا، لا علاقة. لولا غياب زينب أنا ما كنت أعرف موضوع الفلوس من الأساس. سامحني إذا أنا بعد سويت اللي في راسي مثل ما أنت قال تسوي اللي في راسك. الظلام وش فيكم؟ أنا أول مرة أشوفكم بهذه الحالة. عموماً نحن رايحين وادي بني حبيب بعد شوي. أمل، لو سمحتي أعطيني رقم عيسى. نبيلة، أنت مصرة تدمي كل شيء؟ أنت اللي سبقتني وهدمت كل شيء. لو تكون أكثر صريح وواضح وتخبرني وين بنتي. نبيلة، أنت ليش تريد رقم عيسى؟ أنا أريد رقم عيسى علشان يخبرني اللي أخوكي ما راضي يخبرني عنه.
بتظلي واقفة كذا كثير؟ أنا من يوم ما اشتغلت في هذه الشركة وأنا واقفة في هالمكان. أيوه، بس الحين أنت خطيبتي، يعني الوضع تغير. لما تجي تكلم أهلي أكون خطيبتك، أما الحين فأنا منسقة في الشركة. كل اللي تريديه بيصير. جلسي. بس أنا أريد منك طلب صغير. أمر يا أستاذ عيسى. عيسى بس. أريد منك يا سارة تكلمي لي شيخان يرجع الشركة. مستحيل. مستحيل إنك أنت توافقي إنه يرجع، ولا مستحيل إنه هو يوافق إنه يرجع؟ مستحيل إنه يرجع الشركة. استريحي. علشان كذا كان أريد مساعدتك يا سارة، وأتمنى إنك أنت تكلميه علشان يرجع مرة ثانية. بس ما أعتقد إنه يوافق يرد على مكالماتي. ومن قال لك إني أنا أريدك تتصلي فيه؟ عيل إيش؟ أنا أريدك تروحي له الجبل الحين؟ لا، معقولة؟ هو أنا مجنون إني أخلي خطيبتي تروح الحين؟ روحي بكرة. وليش تريده يرجع مرة ثانية؟ وهذا بعده ما كمل يومين من طلع من الشركة. بصراحة يا سارة أنا أحس نفسي إني استعجلت إني قبلت استقالة شيخان، لأني محتاج له في الشركة. ولعلمك لو رجع شيخان الشركة أنا بزيد راتبه. إيش قلت يا سارة؟ بتساعديني في هذا ولا لا؟ أيوة. تسلمي. الحين عاد تسكر المكالمة في وجهي؟ طيب، اللي مثلك لازم نجيب اللين، وإذا ما نفع معك اللين فأنت راس مالك شوية دهجان وماي ورد، وأنا صابر عليك لحد ما. طيب يا خالي. طيب خلاص، الظهر يا زهر ما شفايلة الظهر كذا، الوقت بدأ يظلم. أنا بصراحة ما أعرف هذا البنت وين اختفت.
خلينا نروح البيت، وبكرة الصباح من الغبشة إن شاء الله بنجي ندور عليه. بس صار شوف هذا بوت وطري بعده وبعد أثر إيد طفل، هذا يعني أن زينب بعدها في الوادي. زينب زينب يا حبيبتي يا زينة، معقولة تكون في ذا المكان الموحش؟ وهذا هو اليوم الثالث من اختفائها. الله يستر. محمد أرجوك تفكر تروح، أنت شايف المكان كيف موحش؟ خذ البحث لبكرة الصبح. تفتكروا زينة بعدها موجودة في هذا الوادي؟ إذا بعدهم ما حصلوا لعبة زينب، فأكيد أن زينب بعدها في الوادي. أرجوك لا تغيب يا شم، زينب تخاف من الظلام، أرجوك لا تغيبي. يا رب احفظها، يا رب احفظها. ودروني لا صديق
وحدي والسكون الشقيق بدنيتي دمع الشجون.